إذن السلام عليكم ورحمة الله. أطرح عليك السلام عليكم ورحمة الله متابعي منصة الواجهة، ولن نستضيف لكم الليلة في حلقة جديدة من حوار نواذبو النائب البرلماني محمد أمين سيدي مولود، اللي يوجد حاليا في مدينة نواذبو في زيارة عملية في إطار ربما تحضيرات أظن الانتخابات الجاية، وجون مدينة نواذبو مع مجموعة من حلف الأمل أظن. الأمل الموريتاني. مستضافين لكم الليلة بصحبة زميل أستاذ إبراهيم ولداه، مراسل موقع الأخبار ورئيس تحرير نواذبو إنفو. مرحبا بك أستاذ. أهلا سيد النائب. أهلا وسهلا ومرحبا، شكرا على الاستضافة الكريمة، شكرا لسكان نواذبو كاملين على حفاوة استقبال وكرم الضيافة، وشكرا لكم أنتم ولزملائي وأخوتي من الصحافة الجادة ومدونين النشطاء والناس صناع الوعي، به اللي أمثالكم هم اللي يغيروا مجتمعاتهم واللي ينشروا رسائل الوعي ويغيروا إن شاء الله واقع البلد الأحسن. مرحبا وسهلا وسهلا. نختاركم سيد النائب تكلمونا عن أهداف زيارتك من مدينة نواذبو بالذات في ظرف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أهداف الزيارة هي زيارة استطلاع من بعثة مشيها تحالف أمل موريتانيا. هذا التحالف اللي انشأناه اللي له بضعة أشهر، وعدلنا إعلان رسمي من خلال مهرجان اللي له أسابيع، هو عبارة عن تحالف معارض يحتوي عدة أحزاب سياسية، بعضها مرخص بعضها قيد ترخيص ممنوع مزاريا واجعة ظلما منعته وزارة الداخلية من الترخيص. تحالف يضم نواب في البرلمان الحالي، ويضم أيضا منتخبون سابقون، ويضم مجموعات شبابية وكتل، وتعكس تنوع موريتاني الجهوي والعرقي والفكري، واللي يجمع بعد كامل السعي لتغيير موريتاني، وصفة أنه تحالف معارض عن قياداته كاملة منخرطة من أحزاب أو تيارات أو مسارات معارضة سابقا وحاليا وظهر عنها لاحقا مولي مزاد لا معارض. نعم زميل سيد إبراهيم. طيب سيد نايب تمو نختاروا نعارضه زيد صوت شوي نعارضه مثلا كانكم طبيعة التنسيق حتى اللحظة ما جيتوا نواذبو أنتم عاد الزيارة وافية شنو مثلا حوصلة الله ختام هذه الزيارة، شنو أبرز الأمور اللي خرجتوا بها تصورها عنه؟ أولا هي زيارة استطلاع من أجل لقاء الفاعلين السياسيين في نواذبو، خاصة الفاعلين مظنة التغيير والسعي للتغيير، والتنسيق معهم والاستماع لآرائهم، ثم بعد ذلك إن شاء الله بعد أيام العودة لنواذبو من أجل بلورة ذاك في منسقيات منظمة وأنشطة ميدانية، مهرجانات مثلا أو مسيرات أو فعاليات حسب ذلك اللي يتوافق عليه التحالف هو نواذبو، اللي هي الأرض هم اللي يقرروا النمط السياسي، نمط الفعاليات اللي مناسبة لهم. حوصلت الزيارة يهرت أيام زيارة معايا زملاء من التحالف، منهم رئيس حزب الجبهة الجمهورية اللي هو الحزب اللي نترشح منه إن شاء الله زميلي جوب مودو تيجان، ومنهم النائب والمحامي العيد والمحمدان، ومنهم الرئيس يوسف والعيسى، ومنهم الناشط السياسي والوجه الحقوقي المعروف بلاتوري، ومنهم أخي وزميلي ملاي أشرف من حزب موريتانيا القوية قيد الترخيص، يعني مجموعة من التحالف تعكس مكونات التحالف، كل حد منهم يجي من واحد ولا اثنين. طبعا أنا أمثل أيضا الحزب اللي مكونين زملائي وأصحابي اللي هو تغيير جهد قيد الترخيص. على كل حال إحنا حالا كاملين نمثلوا تحالف أمل موريتانيا كيف قلنا، ونمثلوا قانونيا إن شاء الله ترشح إن شاء الله من حزب الجبهة الجمهورية. اجبرنا قدر من نشطاء نواذبو، قدر من كتل الشبابية، قدر من الشخصيات المهمة والمؤثرة هون في مدينة نواذبو، وسمعنا منهم وجهة نظرهم في المواضيع السياسية على مستوى المحلي داخل نواذبو وعلى مستوى أيضا الوطني، ولنا عودة معهم إن شاء الله، ولنا تنسيقيات وأعمال إن شاء الله ستكون أوضح في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. أيوة من درس أنتم لا نرفع شوي نواكشوط حتى عقب ذلك نرفع نواذبو. نائب برلماني منتخب على مستوى نواكشوط أظن. الله من درى شو زيتوا الشباب ياسر الناس يقول لكم نائب الشباب، واحد مع كامل احترام نائب فيسبوك
ربما ذاك محترم لا سعيد العبارة بأنه يفوز وما تخسر شيء. ليه مثلاً؟ قال يقول أنا مع جام محترم معناه أنها بالنسبة لكم سلبية. لا لا عدو لا عدو أنا بالنسبة لي ما هي سلبية لأن فيسبوك ضم الشباب كامل. لا لا ما هي سلبية. ضم الشباب كامل إذا ما في مشكلة. أصحاب عبارة مع جام محترم. راني ساحب. لأن. لا يشكو الفيسبوك أنها تبغى سلبية. أيوة ذاك دليل أنكم شعبيتكم كبيرة وسط الشباب لأن الشباب كثيرتهم كثيرت متعاطين مع فيسبوك للشباب. من درا شو نقدر نقول إحنا ذرك في خلال انتهاء مأموريتكم البرلمانية اش قدمتوا انتم الناخبيكم ديك الساعة؟ شوف فما هلت سياقات قدوا يحاكموا من خلالهم السياسيين خاصة المنتخبين على أدائهم في المنضات اللي توكل لهم فيها مأمورية انتخابية. السياق الأول التزاماتهم برنامجهم الانتخابي. احنا التزامنا ببرنامج الانتخابي وموجود مسجل بالصوت والصورة. التزمنا عن خارج مواضيع برمجناها في 35 نقطة تقريبا عندنا لا يتكلموا عنها في البرلمان ولا نطرحوها ولا نطالب بتغييرها. احنا جزء من أقلية ما عندنا أغلبية في البرلمان ولا خارج برلمان في العالم ما في أقلية وأغلبية حتى والأقلية في أي بلد مهما كانت ديمقراطية الصقاع أو في موريتانيا اللي فيها رفوض الدخلة مهما كانت ديمقراطية الأقلية ما تقدر تعدل قانون ولا تقدر تعزل وزير في الولايات المتحدة الأمريكية ولا فرنسا ولا أخرى. هون قاعد تعرفوا نتائج البرلمان بيهن اللي عندنا مشاكل مزارة استخدام المال العام في السياسة وعندنا تدخل مؤسسات الرسمية بما فيها المؤسسات الممنوع عليها تدخل كي الأمنية والعسكرية العملية السياسية وعندنا قيادات قبائل وشيوخ ورأس المال اللي ياسر منه مكتسب من المال العام ويرجع يكرر في السياسة وهذا أفرز وضعية سياسية غير طبيعية 90% جهة و80% و10% إلى 15% في كفة أخرى. هذا ما هو طبيعي معناها نحاكم أولا في سياقنا كأقلية في البرلمان هذا في السياق العام نحاكم ثانيا انطلاقا من برامج انتخابية وإحنا برامجنا موجود وجميع باستثناء لعات نقطة أو ثنتين جميع تم تناول في البرلمان وبقوة وفيش جاب آثار كيف ملفات تكلمنا عنها سابق البرلمان وكتبنا عنها وقلنا عنها ما يتصل معها لين يخلق فيها تحقيق وفيها شيء يخلق فيها تحقيق وفيها ملفات التزمنا باهتمام بها إلى نجحنا في البرلمان كي التعليم وظهر يعني الناس تعرف مبادراتنا في التعليم والمقترحات اللي قدمنا طيلة السنوات تعرف وقفاتنا الميدانية وغيرها جميع ما التزمنا به إنه يطرحه في البرلمان نطرح البرلمان وبقوة ووصل مولي صوت صوت الناس اللي مثلناها وخاصة الشباب والعاطني على العمل وأصحاب المظالم الشعب الموريتاني نتيجة هاي الظروف اللي شرنا لهم نتيجة لظروف أخرى ما فات أعطال الناس للدور التغيير أغلبية لين يعطي الشعب الموريتاني هاي الناس دور التغيير احنا اول وعنا اغلبيه في البرلمان نعود عندنا وزير ما صنتنا نقدرنا حجبوا عنه الثقه وحكومه ما صنتنا نقدر نعزم حد الشعب الموريتاني عاطينا لا اقليه نملكوا لا الصوت والتوعيه وتقديم المقترحات والحضور الجلسات ومساءلة الوزراء وهذا قطعا عن الناس اللي محسوب على المعارضه عموما انا واصحابي معنا في سياق واحد كي العيد تكلمت عنه كي نائب كاجي تامر جلو وكيف نواب اخرين من احزاب اخرى ما هم معنا في نفس الاحزاب كي نائب محمد بويه ومحمد حمد مبارك صوفي الشيباني وجماعه الاخرى قطعا عن هاي النواب رغم اقليتهم موريتانيا كانوا تعرف عنهم لهم عندهم اثر في البرلمان وعنهم عدلوا دورهم راجين ان شاء الله عنهم في المموريه الجايه عن موريتانيا يحلوا العين وعنهم يتضاعف عددهم بدل من 22 نائب محسوبه للمعارضه انا ان شاء الله تعود 50% من البرلمان والله اغلبيه قاعد لما لا الناس ما في احد متشين في التصويت يلا الناس تسجل ويلا تصوت لذاك اللي مريح لذاك اللي قريب منها على كل حال الين تعود المعايير السليمه والنواب يحاسبوا لأساس برامجهم وانسجامهم مع الخطاب اللي التزموا الناخب به وحضورهم الجلسات وتأثيرهم أنا وانواعي نقدوا بكل فخر واعتزاز نقولوا عنا ذاك اللي مشينا مع عند الناخب الموريتاني عنا عدلناه إلى عدنا ما زدنا عليه وعنا إن شاء الله تعالى نسعى وعن عدد المقاعد من النوع أنه يزاد إياك تأثير يزاد إياك موريتانيا تغير لأحسن وعنا ما نبقى ولا فطار النواب فقط وإنما نواب وعمد ورؤساء مجالس جهوية وأعضاء مجالس جهوية ومستشارين بلديين ولذلك المعركة أوسع وأشمل ولا هي معركة سنة ولا ثنتين ولا هي معركة مأمورية ولا ثنتين هي معركة وطن لو سنوات طويلة حاكمتوا وش من مجموعات اللي واشعة فسدتوا لا من أولاد موريتان يقال فسدتوا ولذلك يا الله الموريتانية يزعوا منهم يعطوهم مادة أخرى يا صالح تو زينة ولما ذاك يحوزوها هي اللي يديروا واحد أخرى كي تعدل الشعوب اللي ناضجة والشعوب اللي نافعة في العالم كامل. تفضل سيد إبراهيم. سيد نايب السؤال يتعلق ب ايش من الناس يقول اعلن النواب اختروا رؤوسهم من خلال حجم الزيادات في الرواتب ومن خلال انتم كنائب برلماني بالفعل كانكم اليوم تشعروا بمستوى من الحرج كممثل للشعب عن اللي يخلق
الصمت اللي في البرلمان، كانكم بالفعل تقييمكم لهذا هذه المأمورية الماضية بشكل عام دون عن شخص الأمور، لا ترون معي مواطن بسيط يشعر أن يشوف منتخبينه يعاني وفي الوقت اللي هما خلاصات كبار وامتيازات كبيرة كيف تربي؟ أنا ظهر يعني الرياضة يشعر بالحرج اللي الناس يتصوت لحزب الاتحاد المدني الجمهورية اللي هو الانصاف حالا، واللي كان ينقال له سابقا عادل، سابقا كان ينقال له حزب جمهوري. الناس اللي تصوت لهذه وهي اغلبيتها موريتانيا واجعة. طبعا في اشياء اسباب قبليه، في اشياء اسباب جهويه، وفي اشياء اسباب مال عام. هذه اللي يلا تشعر بالحرج بلي هذه المؤسسه اللي سيرها حزب الاتحاد اللي يرسم السياسات في البرلمان واللي يحدد الرواتب ويحدد العلاوات ويحدد المنح الناس الاغلبيه كيف اي بلد في العالم. الناس اللي تصوت لها الخطه يا يلا تشعر بالحرج، ما يلا تشعر بالحرج الناس اللي تضايق معاهم على كل حال خجلانين هم موتوا بالنيابه عنهم قد نعودوا كير من عن الشعب رانا نايبين عنهم في الحرج في الخجل يا غير هذا هم المسؤولين. اخي الكريم نحن ما قطعنا عندنا مبادره ولا راي ولا طلب في عن النواب مرتين زاد رواتبهم، ومواقفنا من خلل الرواتب موجود مسطر سابق البرلمان وفي خطابنا الانتخابي وفي اثناء البرلمان، وموقفنا من خلل البنيوي في توزيع الثروه وفقد الشفافيه موجود. اللي ما زين عنده عن رئاسه الجمهوريه وهي هي الفاعل الاول في تحديد الميزانيات ووزاره الماليه ورئاسه الجمعيه الوطنيه عنهم زاد رواتب النواب، يلا يفهم عن رئاسه الجمهوريه ووزاره الماليه ورئاسه البرلمان عنهم تابعين حزب الانصاف ويخرص كان هو الراس ويسرق الحزب الوطني يسرق له عادي يسرق له صايب عين يخجل، يلا يتفخر عنه والخلطه يسرق لهم راهم زادوا النواب وخلاوا الممرضين والاطباء والعناصر الجنود والحرس وخلاوا المعلمين والاساتذه، اذا عاد ما يسرق لهم ما يلا يشعر بالخرج الخجل، يلا يشعر بالفخر به الاقل اللي يسرق لها وقفت للجانب الضعيف وللجانب الموظفين الصغار الموظفين، وهي اللي قدمت المقترحات خلال السنوات الاربعه خاصة بالتعليم، بالقطاع الشؤون الإسلامية، بقطاع الصحة، بحد الناس رفضونا حتى مقترحات تتعلق بمرضى السرطانات والكبد وتصفية الكلى، قدمنا مقترحات عنهم يفتحون صناديق بسيطة بمبالغ عادية رغم الميزانيات الضعف، فرفضتها هاي الأغلبية. إلين نقولوا النواب رفضوا مقترح زيادة مقترح صندوق الكبد مثلا، والله نعودوا ما دقيقين ولا أمينين في القنة. لياضا نقولوا نواب المعارضة قدموا مقترح صالح مرضى الكبد والسرطانات فرفضته أغلبية حزب الحاكم. إلين نقولوا النواب زادوا رواتبهم، نقولوا شو ما هو دقيق، نقولوا الحزب الحاكم والنظام الحاكم زاد رواتب النواب وخلى الممرضين إلين نقولوا النواب ما زادوا رواتب المعلمين والأساتذة رفضوا الزيادة، نقولوا شو ما هو دقيق. به اللي دقيق عن نواب المعارضة والمستقلين المؤيدين في الطرح تقدموا مقترحات لزيادات التعليم خلال السنوات الاربعه فرفضتها الاغلبيه. شعب موريتاني يلا يراجع موقفه من الحزب الحاكم ولا يخزي براسه، ما يلا يخلط بين سيدي مولود والعيد وكاجاتا مع الحزب الحاكم، ما يلا يخلط بين معارضه ولا المستقلين مع الحزب الحاكم يجي تخزي بالنفس، ولا يلا يدير النواب في سله واحده يجي تخزي بالنفس. لعن الجميع ولوم الجميع وعاتب الجميع معناها محاولة إبقاء ما كان على ما كان، ومعناها عدم التمييز الجدي من غيره والصادق من غيره، وهذا يقتل في الناس الأمل ويقتل فيها السعي للتغيير، وهذا هو اللي يخدم الأنظمة القائمة. نحن خلال السنوات الأربعة الماضية قدمنا كثير من المقترحات وهي جلسات علنية، ولا قطعنا صوتنا على أي ميزانية يسوى فيها زيادة للنواب يسوى فيها الميزانية كاملة صوتها ضدها بهذه ما تعكس اللي ندوره اللي ندورهم قد نوصلوا لي لأي لطانا شعب موريتاني يا غير ما حد شعب موريتاني أغلبيته تصوت على أساس ما هو سليم، النتيجة اللي تعود ما هي سليمة. أخي ما قد نعود نحرث حبات من القمح وهامنا نبت النمار، ما قد صح، ما قد تزل 80% للناس اللي حزب الحاكم وذيك عاطي كرداني ثلاثة حال الحزب الحاكم بطريقة ما هي قانونية ولا أخلاقية، ويهم الصبح إن شاء الله عنيانا والله كاجتا والله العيد والله كومبادادا والله جماعة معارضة عنا غير وقعها، ما تصحتوا. راجعوا الشعب يلا يراجع موقفه من الحزب الحاكم، إذا جاء أولاد عمه يلا يعرف عنه أولاد موريتاني هم اللي يجوا بديل عنه، وهم اللي لا فيهم أولاد عم الآخرين، ولا يلا يعود دائما منحاز للواقع ويهموا عنا أقلية تغير والله يحمل المسؤولية ما منصف ولا وعد. نعم. هذا في شيء فما السيد النائب. نعم. ثم عدلتوا الحملات وقنعتوا الناخبين يزرقوا لكم. نعم.
من رأيك كانكم عاد درتوا في ماتيه ملي جهود في اقناع نواب الحزب الحاكم اللي هو يشكل الاغلبيه بمقترحاتك اللي والله القوانين اللي مقدمين والله ما همكم كاع، والله همكم ولا قبلوها، كلكم كان في على موقفه واقف عليه. طبعا يهمنا باللي هو مسار التعديلات، شلتوا في اقناعهم يمشوا معاكم مسار التعديلات يا اخي من عده مسار. اول شيء عندك تقدم تعديل في اطار اللجنه المتخصصه، صوت لك اللجنه عاد التعديل متبنيت اللجنه يحال شورشة علنيه، ما صوتت لك تقدم انت مقترحك شورشة علنيه، قلت ترجع اليوتيوب مثلا وتدير فيه تعديلات السي مولود في اخبار حوادث السير على سبيل المثال، والله في اخبار مرضى مسمينا اللي تشوف عني وقفت قدام النواب وعدت مرافعه وبرات لماذا ندورس عدد صندوق المرضى السرطانات والله مرضى الكلى ومتصفيه الكلى والله مرضى فيروس كبد، وعني بررته بزياده كبيره في الميزانيه العامه والحاجه وشفت احصائيات واتصلت بالاطباء والمصالح وشفت ارقام وشفت معلومات. الى انت صوت عليه صوت ضد الاغلبيه. نعم اخي الكريم، الاذن الشواط ما تسمع العياط. قضيه عنهم هم كاع اغلبيتهم ما تحضر. وجي جاي لين قال شو صوته بالتالي كانوا مقتنعوا ما اقتنعوا كاع، هما ما هم راجعين رسوم، هما اللي نقولوا احنا ما يصنتون والقوانين ياسر ما يقراوها، وعاود ذاك هم اللي هما كاع ما عندهم ذاك الاستقلاليه بيدي الاغلبيه الساحقه من حزب الحاكم. انتم تعرفوا طريقه تنتخب بها تجيبها الدوله ما كان حد يعرفها، احنا عندنا خلل كبير في موريتانيا انه الناس اللي ما عندها اهتمام بالسياسه ولا بالشان العام ما قد كتبت مقال ولا قد انتظمت في حزب ولا قد عدت مقابله تم تصبح لك نواب تشرع جاي من باراشيتا من خلوة على متنها عندها طرنشة على متنها عندها أبواتيك على متنها جاي بوقيات من الخارج على متنها قط جبرت صفقات والله قط هربت عمولات، هذا خلل هذا أهله ما قد توخى منهم عنهم يصنتوا ريانا والله يصنتوا عمر والله زي، وبالتالي ما قد نقولنا فشلنا في نقنعهم فشلوا هم في يصنتوا صوت المواطن المبحوح اللي نحن نحمله، هذا هو الفشل ومصموكين وصابرهم ينصمكوا بيلي ما جابتهم ظروف طبيعية يقدوا يسمعوا، احنا قدوا نسمعوا الناس بيلي الناس هي جايبتنا وقد ما زلنا نسمع ان شاء الله كنا الله رسالك نعود نواب من 2011 2012 كنا نزل نقول للمعارضة من التسعينات لنا 25 سنة انا ابو 44 سنة 25 سنة منها مشات المعارضة معناها انه طبيعي ان صلت المواطن، يا غير واحد ثاني جايب وقيات جايبهم من صفقه والله مهرب عمولات والله جايبته قبيله، ما هم صلت المواطن لا هم مرقوا شيء، هاي مسؤوليه المواطن، المواطن يلا قوم بدوره. ما عندهم تاريخ سياسي. ما عندهم تاريخ سياسي المواطن المولي، ما بينهم مع عقد اجتماعي، اما اعطاوا طرنيش شراوا الناس، واما امرتهم الدوله انهم ينتخبوهم، بالتالي هم قاع حتى المواطن ما هو مقرر فيهم شيء مولي بيدي قاع في النهايه هم ما تدعاون عندهم برامج انتخابيه، هاي هي الاغلبيه الساحقه من النواب الحاليين من حزب الحاكم. المواطن يا الله يراجع موقفه من المرشحين عموما، يا الله يعرف مرشحين عندهم اهتمام بالشان العام اول وعندهم مستوى معرفي اقوى من معدل هذا وعود بين معاهم عقد اجتماعي ياك اللي ما وفوا به قد قلب عليه قال يجيك واحد باراشيت صبح ان شاء الله وبينه والعمى مبروك عليه العمى قرا وعاد دبيته قال بعد ما اريد يتكلم عن مشاكله بيلي ماشي ياك تكلم عنه. اذا السؤال يا استاذ ابراهيم هذا كان لاعب كومبليمون سؤالك انت، انا سؤالي اللي اطرحه لك تفضل. جيت للنوايب بورك لك منهارات فيه. نعم. من درا شنو هي ابرز المشاكل اللي قايلين انتم منها؟ قال النوايب عن يعيشوا في رخاء وعن ينحلوا مشاكل الكبيره الماء والضوء التعليم العيش الكريم شي ذاك يم. شنو هي مشاكل البلد اللي شايفينها انتم في النوايب؟ شوف اولا هو النوايب وقاعي لو كان لو اصف الدهر يحل مشاكل موريتانيا كاع الاخرى. اقتصاديا ما انه قاعد هو عنده مشاكل ما يلا قاعد عنده مشاكل يا الله نواليب وعود مصدر حقيقي من مصادر حل مشاكل موريتانيا الاخرى بيلي نواليب معروفه قيمته الاقتصاديه على جميع الاصعده انا داخل هون تلاطم معي القارب الواخر من هون ماشي بس من حاله ما دا عندها القارب في منطقه يا اخي يعود عندها مشاكل قال لها شي قاعد يسوي شنو 60 سنه بس من حاله هذا القارب اللي يعطوه القارب في العالم وهذا من الثروه يمشي عن طريقه بس من حاله ما دا يوخذ عليها ماشي جاي تعود تجبر منه لا تلوث البيئه هذا منطقي الحوت اللي قسناه بس من حاله يعود عندنا الشاطئ 750 كيل وعودوا قال لنا شيء بس من حاله يعود النوايب يعانوا من مشاكل البيئه بس من حاله يعود الاطباء الطلبه فيه والله اطباء والله يظهروا عندهم مشاكل في الطب ما هو منطقي بيدي حين النوايب ويلا يعود مصدر من مصادر حل مشاكل موريتانيا الاخرى كيف يلا تعود الزويلات كيف المناطق المعدنيه كامله وكيف يلا في طنط تعود شمامه في اخبار الزراعه وكيف يلا يعود الشرق في اخبار التنميه الثروه الحيوانيه قال هذا يحتاج مده يحتاج سلطه نافعه الشعوب ما قلت لها مراصه ولاد قد تغني راسها ولاد قد تصلح راسها بودار ما يقد يساوي مع التركه في المسؤوليه ما قد صح وتوب لين يعود بودار والشات المسؤولين متحملين بالمسؤوليه معناها الدار الرايه رح انت راجل كبير وقايد اسره يلا تعرف عن وامهم نفسيه يلا تعرف عن الشاتري يبغوا يطردوا عن المدرسه يبغوا يدقدوا التلفزيون يبغوا يلعبوا يبغوا يتضايقوا يبغوا يرقدوا ما يتعشوا انت دورك شنو هو؟ هذا هو دور السلطه
سلطة دورة تسقام عوجات الناس، يطعام الجائع وتقريت الجاهل وتسقام عوجات. فهذا اللي خلق في موريتانيا، ما هو طبيعي. السلطة في موريتانيا ما هي قائمة بواجبها، ولذلك احنا دائما نسمع الناس يقولون شعب موريتانيا ما هو يتغير ولا يقدر يتغير. لا لا، شعب موريتانيا يتغير كي شعوب كاملة. قد يتغير، لا لا، اجبار السلطة قاعدة تتغير. وهذيب ما يظل عنده مشاكل لا في الكهرباء، حد عنده هذا التيار الهوائي هون ما يظل عنده مشاكل في الكهرباء. بيدكاهي تريد عندك تيار، حتى التيار المائي قد تعدل من الطاقة. هذا ما هو مجالي بيقدر يعطي في شيء فني حتى. قال هذا العالم كامل يعرفه. عند ما يبغى كانت يعطي عد مدينة حقيقية، يعطي المدينة ما يعطي عد كذا أصل ما يبغى يعطي المدينة حقيقية يعطي عد مستوى ما يضع عده. وفطر موريتانيا يعطي عد دولة حقيقية. المشكلة هوك شور نوكشو، مشكلة ما يبغى نوادي بهون، مشكلة شور نوكشو تو. بيلي اللي يخصص نوادي بو من كادر بشري اللي يشتغل نوادي بو، واللي يخصص من ميزانيات، واللي يخصص من رقابة، هذا جاي بقرار من شور نوكشو. مشكلة في نوكشو من رأسها تفسد السمكة قالوا الصينيين. مدى ما عنده قيادة صالحة، مدى ما عنده سلطة صالحة ما قد تصلح. لذلك مشكل نوايبو جزء من مشكل موريتانيا، ومشكل موريتاني الأساسي في السلطة اللي هي عندها المال العمومي وعندها القانون وعندها القوة العمومية. هي أبو الدار، أنت خاسرة لا تلوي الأطفال على رأس. أنتم في حلف الأمل موريتاني جيتوا نوايبو ولا بتقعد عندكم حلول مشاكل نوايبو؟ احنا قاعد نختار نعود عندنا مشاكل موريتانيا كاملة. لا لا، على الآن نوايبو اللي فيه حالة يا غير، احنا ما عندنا سلطة على الأقل برنامج. احنا ما عندنا سلطة، برامجنا احنا نقدموا نوايبو مرشحين ونقدموا لهم برامج الانتخابي ونشوف ذاك اللي يعطونا نوايبو على أساس ندور احنا نقدم خدمات. قضية الجانب النظري في مشاكل نوايبو والجانب هذا مواقفنا منهم عندي عنها معلنة كاملة، سواء تعلقت بأخبار الصيد، سواء تعلقت بأخبار البيع، سواء تعلقت بأخبار مشاكل الكهرباء والمياه وده. على كل حال هي معركة عقلك مولي خالق رواية يعرفوها الموايب والموايب، ما هم الجهات اللي يمثل عليهم انهم يعرفوا به لمدينة مدينة من الوعي. فهذيب وحنا ندورهم فاعل، ما ندورهم مفعول به والله تقاول أوامر من نحن والله، لكن ما ندورهم شريك في التغيير. معناها هالموايب والروس يعودوا وزادوا استرد التغيير كيف كانوا دائما، ويقدموا تشخيص لمشاكلهم ومقترحات الحلها في إطار ذا التحالف وغيره من القوى الساعية للتغيير، بدل من الركون للواقع والله الحيادية ومقاع الانتساب للضفة الأخرى اللي هي الموالاة. أنا مكبرها نوايب وعلا أخذ الوسائل يسولك عادة بينتم ووفدكم واحد من قيادات الحلف الجاي كمون في النواب البيئين قال لهم قبتون هون في نوايب ومرتين والله ثلاثة أستاذ عيد وشاو هون عدوا قدر من الاجتماعات وسيارات ميدانية وما شفنا الشطرة في أخبار البيئة. الوسائل يسولك كان في ماتية الشيء عندكم في المجال. شوف فريق البيئة وفريق التعليم وفريق الصحة وجميع الفرق المهنية رغم أنها ما تتخارج نحدث عقب حدها البرلمان، هاو جميعا أغلبية أعضاهم ورئاساتهم عند الأغلبية. حين كملك الفكرة إذا جاء فيهم عضو من المعارضة ليش يشوف عدد يغير، هو في النهاية الفريق اللي يقرر والبرلمان اللي يقرر عموما مفتاحه عند الأغلبية. على كل حال الفرق المهنية قاعد نحلل هي الراسة قاعد بالتالي ما تعد عندها أي وجود، وهل لا شافوا ذاك وقدموا في تقاريرته، هذا هو دورهم. اللي يترتب على ذاك من شجاعة تعدل الحكومة، ذاك دور الحكومة التنفيذية. تقارير شو كتبوا في البرلمان؟ لا هو اللي بيفترض. يلا يحيلهم، أنا ماني عضو فريق البيئة، وما يلا يحيلوهم شور. لا لا، هاي ما يتناقش، هاي ما هي قوانين تناقش في جلسات علنية. تقارير الفرق المهنية ما تناقش في جلسات علنية. لا في الجهة. قدموا تقارير إحنا شفناه في الماي وما وكذا 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 ويحال شور رئاسة جمعية. رئاسة جمعية في هذا النوع مولي وما هو قانون ساده تحيله. شور القطاعات المعنية إذا عاد فهم يتعلق بالبيئة تحيل شور البيئة، يتعلق بالصحة تحيل شور الصحة. ما تناقشوا مع الديجان؟ لا قد كنا يقدموا يفترض أنا ما أعرف يفترض أنهم يقدموه وأنه تحيلوا رئاسة البرلمان شور القطاعات الحكومية وعن القطاعات الحكومية ترتب عليها قرار. يا غير قاعد كم من رواية قانون الصقاع محذرب اللي أطم، كم من قانون قاعد شي من برلمان ولا شي السلطة التنفيذية من قد. يا أخي السلطة التنفيذية هي المشكلة بيلي عندها مفاتيح كامل. تفضل زميلي إبراهيم. نختار رواية هون عنده النوادي ويسولوا عنها النواب منطقة الحرة. ثم كنائب برلمان شنو رأيك؟ هي منطقة حرة عشان. هذا السؤال طرحته يوم سأل أحد المسؤولين وذي. قلت له أنا هذا نبغى نعرف منطقة حرة شنو. خارجين مسألتين نسمعهم هون وقعدوا اللابيرات تبدي وقصة التخمة. يعني فاهمهم نسمعهم مرتين هاي. منطقة الحرة والرفاه المشترك. وما هو شنو؟ احنا واقف من 2016 ولا 15 واحنا قايمين على عياط الرفاه المشترك وجاتنا عليها قضيه المنطقه الحره ولا نعرف شنو فايدته شنو؟ حسب لي حد من الناس اللي تدافع عنها
عنها عدلت الوياد قال عن في تنظيم في المدينه وبناء. قلت له هذا كامل قلت عبد القطاعات الاخرى ما اخذت المنطقه الحره كامل صلاح. احنا عندنا تداخل حقيقي بين الجهات وهي ادات خلبطه. البلدات قاعد ما في المنطقه الحره فهم خلبطه كبيره بين المجالس الجهويه والبلديات والاداره الاقليميه. انتم الوالي وكمبر لكم بهم اخبار المنطقه الحره. وبالتالي ما تينا قاعد عارفين الروايه شنو هي؟ قضيه المنطقه مباضيه ما لها كافيه بلديه. المنطقه الحره ما هي معدله قضيه مباضيه في العالم بعد الاخر. المنطقه الحره عندها بعد اقتصادي واساس جلب الاستثمار وبضائع وتطوير قضايا مركبه وامور اخرى عندها قوانين انا ماني فني حتى فيها. هذا ما شفت لهم اي اثر ولا سمعته. بالتالي ما نعرفه قضية المنطقة الحرة أنا شخصياً وهي والرفاه المشترك ما افتكرت حد بالي يشرحهم ويشرح قال نستوعبه لعد ما أنا ولا من اللي ينقلته. هي لا مؤسسة الاستثمار أصلاً ولا. هي غير ما نجحت بدرجة إن الناس عاد قاعد غشمين في جدوايتها أصلاً. وهلا بعد يقولون هلا نجحت. وطبعاً لا كيف المجالس الجهوية المجالس الجهوية هذا. لا 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 رواية وعدلت توف ما نعرفه ما نبهم. هي في العالم الآخر مهمة كيف المغرب على سبيل المثال. فهم بريدة فهم دول أخرى مهمة فيهم. يا غير المؤسسات تجبر قيمتها لا انطلاقا من اللي اعطاها من الصلاحيات ودورها لين تعود. احنا كنا اعطينا البلديات صلاحيات ما نحتاج قاعد مجالس جويه ولو كنا اعطينا للمجالس الجويه صلاحيات ما نحتاج منطقه حره. وان كانت المنطقه الحره بعد مختلفه عنهم كاملين في البعد البنيوي المؤسسه وفي النوع يا غير ماشي وقاع من سرد اللي العرب اللي يفترض. لا انا بعد ما انا ماني فاهم المنطقه البرلمان يعطينا صلاحيات ما برنامج ما نعطاه صلاحيات اللي اعطاه البرلمان صلاحياته يخلون الناخب اولا بعد قاع يطرحوا معايير يعود بهم النائب فيه مواصفات معينه ما حد ما في قاع ما يقدر يعود نائب. ثانيا يخلوا المواطن يختار خلوا المواطن يختار بحريه ما يضغطوا عليه بالمال العام وبالقبيله وبالجهه وبكل موظف راعي يحشده الوضع ينقزه يخلوا الجي النواب على مستوى شوي. وثانيا يفوت البرلمان يجي مولي يخلوه يعدل شغلته ما يعودوا يجابدوه ويجابدوا منه شيء ويخلعوه واللي عاد قاعد يخلق قرايه يعدلوه له ويعيقوه وعاقب ذاك الراي كامل اذا فضلت شيره من ذا كامل في قوانين يلا يحترمه ويوسم قوانين ما يحترمه صوت القائمه ما يحترم القانون. ممكن نعطيك مثال بسيط محكمه الحسابات على سبيل المثال القانون يفرض انها ينتشر تقاريرها وان هي تقاريرها فيهم تفتيش عن فساد فهم واحدين متهمين بالفساد السلطه تغطي عليهم التنفيذيه ما هي محترمه القانون ولا هي محترمه محكمه الحسابات اللي هي دستوريه مستقله طبعا ما احترمت البرلمان بيدي كامل بناء على قوانين جايه من شان البرلمان. حد عنده باسب وعنده البنك المركزي اللي يعود ما عنده رادع من مسؤوليه قد ما يحترم. شوف موريتانيا بيدي عنده ميزان القوه العسكريه والماليه يا غير بعد موازين تغير مولي موازين تغير الدهر يولد بالاورع. معناه ان البرلمان كبسه تنقلع معناها الزر نبوتوت العصر في اي وقت. شفت البرلمان ما حد السياقات اللي جايبته ذنبتها وما حد المواطن اختيار ذنبتها. الحمد قاعد هو الصنقه اللي قاعد فرق بينهم لان الصنقه تقوم بدورها اللي عاطيها القانون ومكونه له اللي هو السمع والطاعه بينما الاخرين مخالف دورهم مخالف جوهرهم. بما ان تكلمنا عن المنطقه الحره ما يجد حد يتكلم عن المنطقه الحره وحط بعض حد يبغى اخبار اقبال ما تكلم عن العشريه. شنو راي النايب في العشريه؟ ما طرالي فيها جرام عن موقفي فيها كان اصلا محدها مستمره. شنو مثلا؟ اذا ارجع الزمن اذا عودوا كبروا ذاك ناخبين اذا ارجع الزمن على الدوره لا يعود موقفي لا لهنا انقبط ياتي الى نجي قاعد هون في الديار. شنو ذاك موقفي من العشريه؟ سلبي تماما. بالنسبه لي العشريه كانت كارثه حقيقيه. مثلا واحنا حالا نعيش تداعيات العشريه بما فيها استمرار النظام الحالي اللي هو جزء من العشريه. بالتالي بالنسبه لي غير كيف جزء من العشريه وهو لا يحاكموا العشريه الداعيات الظالمه تواكل بيناتها. لا النسخه الاولى من العشريه متباكه توكلها النسخه التاليه من العشريه والدرج النسخه الثالثه من العشريه توكل النسخه الوسطانيه يتواكلوا المصلحه العامه بعد ما يفهم. وشعوركم تبارك هذه المحاكمه شنو هو؟ محاكمة سلخوهم من أول نهار. أنا كنت عضو في لجنة التحقيق البرلمانية نعرف عنه خلق تحقيق برلماني جدي وعنه موقف ضده أي نائب يسوى من هو يسوى قربه من المتهمين والله رضاه عنه وعنه صوت عليه برلمان موريتاني 100% ويتحمل برلمان موريتاني 100% مسؤوليته. وأنا شخصيا إذا أرجع الدهر اللورا نعود عضو في لجنة أخرى مماثلة لين تعود تدار في نفس السياق يا غير لا نخاو عند الملف ما الحق قرم لين وعينوا واحدين من الناس شاكين منهم سألوا شوفوا من القضاء بالتالي نذبح الملف قاع ما هذا الحق القاضي
يبقى تنو لا تصفيه حساب هذا ما خلي حد مرتاح ما يعرفه. واذا قلناه من اول من الاسبوع الاول انا بعد اللي عندي حريه وجاي من البديه جاي من المظاهرات قلتوا عدد ما تمر صحفي الناس الاخرى ما تقولوا بي اللي عندها كراهات هذاك تحمل مسؤوليه التاريخيه فيكم. انا ذي المحاكمه تصفيه حسابات محاكمة في النظام ما عندها علاقه مهارات فساد ما عندها علاقه ملف العشريه اللي فتحنا احنا قاع ما فتحناها ينقلوا ملف العشريه ملف العشريه سماها بها لا الاعلام بيد العشريه فيها يوسف ملفات اخرى قد تنفتح ثاني احنا ما سميناها ملف العشريه الشرع امام التسجيل لا ما سميناها نهائيا ملف العشريه احنا اخترنا ملفات جنسيه حتى وبسيطه نتيجه لاهتمامنا بها السابق نعود نواب كيف ملف سوني بوكس على سبيل المثال كيف ملف انياب كيف ملف دهوندونغ اخترناهم قلنا ناخذ في تحقيق جاوا الاغلبيه بعد منين تضايقوا والتحقوا بينا ومشاوا بالملف اللي خاب من عندنا احنا وعدلوا بهم واخذوا منهم الناس اللي راضين عنها ما فات حقيقه القضاء والناس الساخطين عليها متباركين يكركروها وهذا بعد ما عنده علاقه بالملف اللي مشينا عندنا احنا ولا عنده علاقه بمحاربه الفساد اللي كانوا عنده علاقه بمحاربه الفساد ما يعينوا الناس اللي مفسده وتقارير محكمه الحسابات تدين وحدين لا قلنا قاعد البرلمان في السياسه ايوه محكمه الحسابات بعد من القضاه اللي مستقلين ولا يعدوا السياسه تقاريرهم راي فهم عنده خلطه قاطنه كوفر ما نشروها والناس اللي ادانتهم ما قطن تشر انا انه ما هم قطن تشر قطن تشر مره واحده يا غير وين هو ملف 2020 و2021 لا سابقهم ما تنشر سابقهم غير الناس يفسد زمن هم وين هي ملفاتها راي فهم ذاك ما هو كيف محاربه فساد محاربه فساد زينك من ذو عام عداله ما تجزا عداله لا عامه تجبر الناس كامله فائدتها والناس المخالفه كامله تجبر ضر عقابها انت ما يوم جزا ما تنقال العدل ديمقراطية موريتانيا شنو سيد النائب؟ اقتربكم تعطونا له توصيف. ديمقراطية موريتانيا حلم دور عقب يتحقق إن شاء الله لأن نربح من هاي المجموعات اللي ما هي ديمقراطية ولا هي ما هي مسؤولة حتى إن شاء الله. لا حلم ما هو حقيقة. حلم دور يتحقق إن شاء الله. انظر لنا هم المؤسسات. أنا أقول لي حاله هو المرة إحنا نقلده. إحنا نقلده. مكياج والله. قلدوا العالم الوخار. شنو هي طبيعتك؟ أنا مكياج كان ديمقراطية موريتانيا حلم دور يتحقق إن شاء الله في الوقت اللي قد الشعب يفصل معه الخلطة. خلطة من هم؟ هؤلاء الحاكمين وحاله اللي جزء من ذوك كانوا حاكمينه اللي جزء من ذوك سبقوهم هذه الشبكات السلطوية والمالية والاجتماعية اللي حاكم موريتانيا مخسرتها إلين يعطي من الحق الوعي مرحلة تعقب الناس يفصل معهم دور تعود عاد خارج ديمقراطية حقيقية وعاد خارج دول حقيقية ومؤسسات حقيقية. قال ما حد عندهم حصانة اجتماعية ما حد كل مادة من الشبثة بولدها بأنه هو ولدها تختاروا عن التعليم وعن الصحة وعن الطرق ما فهمت ما يطير معارضة مولي هي لها ما يبعيد من ذا لها الطرح تطرح انتم به معارضة أركاتية الشعب مولي هو قال لنا لا نسي الشيء لا الخيام ولا قريبي ولا ديروا لنا ذا لأنه زرنا ما ظهر لكم عن ذا تقولوا ينطبق على المعارضة بشكل ما ظهر يعني ينطبق على المعارضة سبب بزيس بارك الله أولا المعارضة نعم ايه انت لا هو السؤال في جوهر المعارضه والله كان صمت فصلي السلسلتين كلهم جاوا عليه واحد هذا اللي تشقروا انتم كمعارضين نعم هو شقروا على خلطتكم الاخرين هم اللي تعبدوا كيفاش مثلا حاميها حراميها يعني. تاخذوا بعض المسلكيات وتطبق بالمعارضه هي قول اعطيني شيء ما حد ادري بعيد نعود نناقش وياك نقعد كلامك عام مثلا في طار في طار في طار الاحزاب نعم احزاب معارضه فمش من الاحزاب الساعه اللي خلقنا ما تجدد وهذا في الحقيقه قد شوف اولا المعارضه ما هي مؤسسات رسميه كأحزاب حنين نكملك هو العقد وشريعة المتعاقدين حزب ما دار في نصوصه عنه فرعي من التناوب ما فرعي من التناوب اللي راضي عن خطابه السياسي وعن استمرارية قاتله صوته ينتسب له وما هو راضي عنه يمشي عنه كعدلة مرتاح حنين نكملك فكرة لا لا شفت احنا عندنا مشكلة حقيقية جوهرية يا استاذ عند إعلاميين وعند كتابنا وعند مدونين قاعد مو معقولين بهم كرة بهم عندنا ما نفصل بين المعلومة هي والرأي ولا نفصل بين القوانين والنظم واللوائح وهذا ما هو صالح حزب دار في نصوصه عنه يلا يعود يناوب علي يلا يعود يناوب علي الزامك في حال التواصل على سبيل المثال والدستور الموريتاني يناوب على الرئاسه قال حزب ما يناوب علي هذا عيب يقعد سياسي في بالنسبه لك انت وبالنسبه لي انا ولذلك ما انا منتسبين له وقد ينقص شعبيته كيف خلق غير ما هو عيب قانوني ولا هو عيب تنظيمي بيدي هذا الحزب الرسمي تواطؤوا عليه وهو ما هو دوله ولا هو شيء رسمي هاي الملاحظه الاولى الملاحظه الثانيه عن هذه قال له المعارضه التقليديه احنا كشباب ما راضيين عنها معارضين وجمهور موريتانيا المعارض ما راضي عنه لو كان ما راضي عنه ما تجبر سكور اللي جاب الاول ودور تشوف سكور اللي تجبر في الانتخابات الجايه حنكمل لك الفكره ودور تشوف سكور اللي تجبر في الانتخابات الجايه دور تعرف عن شعب موريتانيا ما راضي عنه عنه يختار عنها هاي المعارضات الشبابيه وهذا طبيعي يا غير مولي في الكفه الاخرى شعب موريتانيا ايش قدم للمعارضه هاي مده عارضه 40 سنه ولا 50 سنه
ختام نهايتها والله ما هي مرضية بالنسبة لي ولا بالنسبة لك ولا بالنسبة لأي حد، دور معارضة قوية في موريتانيا. يا غير سابق نوصل ختامها، ختامها نوصل بعد قاع البداية ووسطها. صوت لها صوت حنين كملها، حنين كملها، حنين كملها. صوت لها 92 صحيح وخرج التزوير. يا غير 2006 ما خفيت التزوير والله خفيف بعد، ما طاها ثلث البرلمان ولا حرام، ما طاها نص البرلمان. 2013 ما طاها، 2018 جديد عاقبنا والتزوير الشكلي عاد خفيف، ما أعطاها ثلث البرلمان ولا حرام. هذه مدة حبسة هبوم ديت وفتشيت وفولاته هو ين علي أنا، لكن بصفحتي وانتباكنا لعنهم. يا غير أنا بعد ما نحبس تمشيت ولا شيء قطي، يعني لا حد مناظر في افتراضي في نواكشوط، عيدنا عدل الواقف وعيد ما يعدلها. الناس قال ما قطعت عد واقفه ورايانا، أنا ورامهم وهم ذوك ورايانا، بالتالي هو ين لعنهم. بالتالي الموقف السليم شنو؟ موقف سليم عن هاي المعارضة التقليدية، عنا نقدروا لها ماضيها، مواقف الزينة اللي عدلتك الساعة. حين نكمل لك فكرة أستاذ، عنا نقدروا لها مواضيها ماضيها ونحترموه لها، وعنا ذاك اللي عدلت نعدلوه والله نعدله قده والله باط قد نصه، وعنا حاضرها حالا ما أنا مسؤولين عنه باللي كنا مسؤولين عنه، نعودوا في أحزابهم ونمشوا معها. يا غير نكملوا مشوارها ونصحوا أخطائها ونجيبوا إحنا خطاب بديل جديد اللي واسع. محمد مولود وأحمد الدادة وجميل منصور مسعود بخير وصار مختار إبراهيم الصار وبدر الدين رحمة الله عليه اللي واسعهم عدلوا أحزاب وتيارات سياسية من نهاية الثمانينات والتسعينات، ولا يواسيني أنا وأنت حالا ومعلوك وفلان، نعدلوا أحزاب والحرية أكثر اليوم، وسائل التواصل أكثر تأثير والوعي أكثر وموريتانيا ديمغرافيا أكثر. الوسام ما قد يعدلوا شي ما عدلنا إحنا شنو يكون قلت الطموح، بدل خلونا قدموا بديل. لما قدموا بديل أشبه منهم وأمتن معناها أن ما فتنا يا غير حالي سيدنا. قلت الطموح الشخصي ولا الطموح كامل الشخصي والعام؟ هم كانوا في بلد والطائروا قلت الطموح الشخصي، يعني نحن بعد قاعد أنا بالنسبة لي الماضي أهم من الحاضر والمستقبل. أو الخطة أو الخطة قلت لك أنها الخطة الموقف منهم ينبنى على ثلاثة رواية. واحدة منهم اعتراف لهم بالجميل في الماضي، تضحيات لعدل. مسألة ثانية محاولة تصحيح أخطائهم وعدم تحمل مسؤوليتهم. مسألة ثالثة الانفصال عنهم اللي احنا انفصلنا عنهم. احنا لو كنا راضيين عن موقفهم حالا نعود معاهم نعود احزابهم، تالي ما انا راضي عنهم. احنا في التسعينات وبدايه الالفيه كنا وقود لهم، صوتوا لهم ونشدوا صور زعمائهم. بديك ساعه موقفهم سليم، حال موقفهم ما تستلم، وذلك مشينا عنهم. قال هذا ما يجعلنا نعد شو كنا خير منهم، احنا ما فتنا عدنا لاكل عدلهم، عدوا خير منهم لا لين حقوا الشيء ما قدهم يحقوا لا هو الصالح. وحال موقفهم لا خلاف ان ما انا راضي عنهم. كيف شعب موريتانيا كان ما راضي عنهم؟ يا غير قاع بسيطه القصه، ايديكم في ايدينا نعدلوا معارضه جديده على المستوى وترقات تطلعات موريتانيا. حينها دور شوفوا الناس الفرق بين معارضة تقليدية ومعارضة معاصرة، وهذا خلق في العالم كامل. أردوغان في تركيا ما لو كان تلميذ لأربكان، أربكان ما لو عدل حزب الرفاه في تركيا ونجح لين حق رئاسة الوزراء وعدل رئيس نادر انقلاب. قام أردوغان ها وجماعة خاوهم تحت باطه ومشاو عدل حزب العدالة والتنمية حالا وحكموا تركيا. احنا مولي زاد ها والشباب اللي تلقاو أبجديات سياسة ضد هاي الأحزاب، تقدر القوى الديمقراطية واتحاد القوى التقدم ولا بيبي. إلين عادوها والرجال الكبار ما تو قادرين يشدوا خطابهم ولا قادرين يشدوا هياكلهم، أعطونا الأخوة من عباتهم. يا غير نعدلوا خطاب أكثر تماسك وقوة مثل حيوية، وإلا نعطوهم بعضهم العافية لما قدروا نعدوا شيء يشبه منهم. يلا نعطوهم العافية. شو من الناس عنده تحفظ على قضية الخطاب الرسمي والخطاب المعارض، عنده كامل يخرج من مشكات المصلحة ولا هو مصلحة الشعب. ثم تكلمتوا الليلة بحرقة عن واقع المواطنين وكذا، غير بشكل عام لا ما أنا مشخصني الأمور. مش من الناس شايف الخطاب المعارض ما هو مقنع، أنتم مشكيتوا أن الشعب ما أعطاكم ولا أعطاكم، إذا كان خطابكم أنتم مقنع خطاب المعارض اليوم موريتان كانوا الحق درجة من الإقناع بحيث أن المواطن البسيط يقدر يقتنع به، والخطاب الرسمي أنتم تلعنون وتقولوا لا صبر. شوف أولا حين أقول لك رؤية، شوف أولا إذا قال رجل أهلك الناس فهو أهلكم، إليني يقول لك رجاجي عاقل وضم ماسي وأنه عاقل عن المعارضة ما فيها خير والموالاة ما فيها خير، وهو ما قدم بديل فيه خير، عرف عنه هو يدور الواقع تم في حالته، فيتفضل هو يعود بديل. ليه يعود واحد عاجز يقدر يكون اكتيف يزر التدوينة والله عدد بث مباشر خمس دقائق وكي يكرع وماشي يرقد وضي ينزل مرياص، ما يقدر يقولنا عنها ما خير؟ ما خالق 4 ملايين حمار ما فيها حمير أضبط من حمير ولا حر 4 ملايين من البشر، لك ما هو حق. ما خالق مدة ما فيها مدة فاضلة، مرتين فيها الناس مضبوطة ياسر، فيها الناس نزيهة ياسر. موريتانيا صيفة متعارفة، هو يين عليك معرفة الناس الصادقة من الكاذبة، هو يين عليك معرفة الناس اللي تكذب والناس اللي تصرع والناس المضبوطة. قال له الناس المضبوطة تجاب الحق، قال له الناس المضبوطة تبذل جهد أكبر هذا حق. يا قاري لين تشوف رجاج يقول هذه المعارضة بلا فايدة والموالاة بلا فايدة وهو ما عدد كيان ثالث بديل،
هو يدور نقعدوا وننتحروا سياسيا وننتحروا اقتصاديا وننتحروا اجتماعيا ونيئسوا ونبكوا علينا ديارنا ينتهي القيم والله شنو هذا ما هو خطاب. اذا عاد خطاب معارضه ما هو مقنع، واذا عاد خطاب موالاه فاسد هذا خطاب قاتل قاعد عطى من الجميع كامل. الحل شنو هو؟ الحل لا عن الناس اللي يتقدم طرح مختلف حد يصنت له. اذا عاد ظهروا عن رجاله حق يمشي معاها فيه، واذا عاد قال ما هو حق يصحح عليه يقول له الملاحظه الفلانيه قلت شي ما هو حق ما اللي نعود اللي قالوا اخطاء اكثر بالنسبه له من صوابه قدم هو بديل. يعود هو ما هو قاعد يقدم بديل عن المعارضه لا عن الموالاه، هو هم الخارج تم خارج ذلك يخدم النظام ما يخدم التغيير. ايوه لا يقدر يسوي مثال قانون الشعر يعود مقنع لو ما يخدم الشعب المواطن يصوتوا له فات مواطن مكبر بعاير قلناها قبي مواطن اللي واعي وحر حنكملك المواطن اللي واعي حنكمل شفت المواطن اللي واعي وحر لو كان اللي ما هو ما يصوت ولا مقنع له ما نعود انا دبيته بيني ما عندي حزب كبير ولا عندي المال ولا وراي ايديولوجيا ولا وراي قبيله يا غير هذا يخليك في نواكشوط وقد يخليك في نوايبه يا غير ما يقدر يخليك في الداخل بيد الداخل مش يخفي القبائل انا القبائل حنكمل لك فكره والقبائل المهم عندك اللي يقول الحاكم والوالي سيدي حنكمل الفكره المهم عندك اللي يقول والي الحاكم وشيخ الفخر وشيخ القبيله المواطن مكبل في قضيه الوعي احنا مجتمعنا فيه الاميه ياسر وهذا نتيجه لفشل الانظمه المتعاقبه في اخبار التعليم وفي شراء ذمم واجعه نتيجه ضعف ادوات الرقابه اللي شرحنا قبل عن السلطه التنفيذيه ما يخليها تعدل عملها ونتيجة الفقر. ولذلك المواطن الملي ما ذاك من حرية معطيله نظري بيلي الواقع مديون عليها قيود. يا غير قاع شبيك؟ فين تقوم الناس بعد الوعي قاع؟ وتبذل جهدها بما يكفي دور يخلق تغيير نسبي. ويعقب ذاك يؤدي لتغيير كل إن شاء الله. السلام عليكم. هذا يعود الصديق لمقولة تنسب لحد من السياسيين القدماء. نعم. الله يرحمه الثاني يرحمه. يقولون ديك الساعة زربت 1%. وانه قال لهم ذاك هو اللي في موريتانيا واحد. ياك ما هي نفس المقوله اللي عندك في التصوير. ما نرضى. احنا قلنا قبيل وقلنا كل وقت عنا ما انهم المعارضه الوحيده. ولا انهم الاشخاص الوحيدين اللي ضحى، وقلنا عنا ذي الناس ضحات من اجل موريتانيا، عنا احنا ما فتنا حق نص مسافتها ولا حرا. معناها اننا منصفين ونعرف عن السياق والخندق المعارض والتغيير ما انه في وحدنا. وعن في رجال كانت سابقا ولذلك ما نختزلوا الناس اللي صوتت لنا فيه. يا غير نعرفوا عنا نخبه النخبه اللي صوتت لنا بنا اللي في نواكشو. وبين المواطن فيه اكثر وعي واكثر حريه، ما خلي حد ما يعرف عن وقته الناس فيه اكثر حريه واكثر وعي. لا اكثر خلق ما هو اكثر ما هو اكثر حريه ولا اكثر وعي، اكثر خلق قلت اكثر خلق. عندي سؤال هنا فيها بما ان في نواديبو نعم على بعد 55 كيلومتر من الصحراء الغربيه، شنو موقف النائب من قضيه الصحراء الغربيه؟ احنا موقفنا الموقف الرسمي الموريتاني. شنو هذا؟ الحياد الايجابي في قضيه الصحراء. ما خلي حد ما يعرف. موريتانيا معترف بالصحراء كجمهوريه بصغير. موريتانيا موقف الرسمي المعلن. الحياد الايجابي في قضيه الصحراء، معناها السعي تجاه الاطراف كاملين عن مشكله تنحل، هذا هو الموقف الرياضه وهو الموقف الرسمي، لين تفوت موريتانيا تغير موقف في قروية اخرى، طلعت موريتانيا موقفها ما تغير قرار من السبعينات، اظن نهايه السبعينات. ورايكم في حريه التعبير في موريتانيا؟ يقول لك واحدين تراجعت واحدين كذا. تراجعت ما خلي حد ما يعرف تراجع. ثم تعرف القانون الرمز اللي خلق البرلمان؟ تعرف ديقاتنا معاهم ومداخلاتنا في البرلمان في مشهد؟ الاغلبيه اللي الاوتوماتيكيه صوتت عليه وبالتالي هو وحده بعد قاعد اذا عاد ما خلق معاه اي قمع ولا حبس هو وحده كافي من التراجع من تراجع الحريات اللي هو قانون الرموز وقال عليها قانون المعلومات هذه انجازات النظام الحالي. النواديب هون تعرفوا اللي انتم قاعد معاكم شخصيا الحق وش من ذاك النواديب هون تركي فيه المدونين بتضطوا ونحبسوا ونجابوا نواكشوط وكركروا وعدلت في ركيز وعدلت نواكشوط من راسه وعدلت في زويره وعدلت في طينطان وعدلت في باسكنو وعدلت في كل البلاد فيه مظاهرات وفيه مدون والله كاتب يغطي هاي المظاهرات والله ناشط اجبر نصيبه من القمع المعلمين والاساتذه انقمعوا في ظل النظام ذاك اللي يدعي انه نظام اجماع والطلبه اللي كانوا يقدروا تسجيل ساعه انقمعوا قدام وزاره التعليم العالي انا وقفت عليهم بطون بوليس معناها ان الحريات تراجعت بعد في ظل النظام الحالي ما خالف حد ما يعرف نعطيك مثال بسيط وهم قد يقعدوا يزعجهم حتى في اطار ضيقاتهم وبيناتهم النظام السابق وانا بعد بعيد في رضا عنه ما جلس ابو دبي عن 10 يقول لك ان ما قبل سنه النظام السابق ما ولا كان يعيط الصحه الناس ما يقد عليه نقر قصر الرئاسي الناس ما يقد عليه ولا تقد عليه في القصر الرئاسي وعدل معاها مقابلات مباشره محمد عبد العزيز ما كان يعدل بعد لقاء الشعب هذا قد تخلقهم هذا تراجع واضح انه تراجع كل شيء تراجع في اطار الحريات واطار الوعي الاعلام العمومي عاد انتبهنا ستوف السيارات غابت انا نايم في موريتانيا من اكثر النواب نشاط
ما نقدر تقول اي حد في الشارع تقول له احسب لي تقول له احسب حين كمل تقول له احسب لي هرت نواب والله اربعه موريتاني ما مور نواب برا موريتاني ما جاب اسمي فيهم قط شفتني في التلفزيون الرسمي موريتاني وهي ممول من الشعب قط سمع صوتي في اذاعه موريتاني قط شفت سطر عني في الانباء مخصر مسبع من ديارات النواب موريتاني وانا نائب عن شعب موريتاني ونائب رئيس لجنه الماليه ومقرر للبرلمان سنتين وعضو لجنه التحقيق البرلماني. تطلبتهم لقاءات وباء. هم الناس اللي تجيهم ترى يطلبوا ترى تضربهم. ما انا متحاشيكم لامر ما. ما متحاشيني قاصيني ومبعديني ستو بيهم اللي قلت حريته بيهم اللي نقولوا اللي نقولوا فيهم هم قد يجربوا الكوا وقاعد يتعطوا. هما زاد ميزانياتهم قد ميزانيه الصحه والتعليم. معارضين انا. انا بعد ما قلت صدفهم. ندرك انا الواعي شخصيه والله. بالنسبة لي ما يقول أي شخص ما بيني خاسر مع حد منهم مديرين ما فيهم حد بيني معكم علاقة طيبة حد منهم قاعد أصحابي حتى سياسة رسمية سياسة سياسة إقصاء سياسة تدخل في إطار تضييق الحريات صوتي أنا خارجين وحدين قارين هم في الريف مثلا ما يدورون ويسمعوني المدن قاعد عندي الانترنت وعندي انتم وهو أصحابكم كافيين مفازعين يظهرون وكلامهم تين ونقدهم اي أيوة معناني انا ما عجب مشكلي والله درعتي ما والله انتوا ما تبغوا توجهم اي ما قلت لك انه ما يعترفون الناس بسر يقولوا تجيهم لا قط ذكرت القضيه تعرفوا السبب ايش انا ما انت رايت مش تفكر ونقول لهم والله خططوا معي تقول تعرفوا وتوضيح الوضع استاذ خليك من واضح اذا لا هي الوقت مات لياسر عندنا قدر من الجلسه القصيره موقفكم من القضيه الفلسطينيه لا خارج القضايا هون ما نبغوا نسدوا الاخبار مع حد ما سويناها قضيه قضيه عربيه لانها تتعلق بالوطن قضيه فلسطينيه قضيه الامه الاولى يا استاذ الموقف السؤال عن الموقف منها قاع فيه نوع من الالام الموقف والراي خلاص نعم قضيه فلسطينيه قضيه العرب وقضيه المسلمين وقضيه احرار العالم عموما ولذلك قضيه فيها الدين وفيها الاخلاق وفيها التاريخ وفيها العدل وفيها الانصاف وفيها الانسانيه ما ظهر ان حد يجري فيه الدم يلا يعود يكون مزر شعب فلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني وعود من زره والأحرى إلى عاد البعد الإنساني جعله البعد الديني والبعد القومي معناها أنها ما مثلا الموقف منها لا عن العالم العربي كامل والعالم الإنساني عموما يا الله ينصر الشعب الفلسطيني ويا الله يقوم عاد هو طبيعي شو بغيب عندك سؤال السؤال الأخير بعد السؤال الأخير هو عن قضية إجماع مع اللي تبدأ للانتخابات كحزر أصاق مع الشراء بمن لنعرف شنو انقلاباتكم انتم ذي المعمع وشنو حضور معارضة فيها اللي كانوا بالفعل راضية عن لحد الساعة والله شيء بعض الأمور اللي ما تطمن شوف بالنسبة للانتخابات عندي فيها ثلاث ملاحظات وتوصية ملاحظة الأولى عنها جاءت السياق اللي منظمة فيه عنه جاء في إطار حوار بين مجموعة من الأحزاب تم تأميم الساحة السياسية لها من طرف النظام به اللي لأنها سخرة امتنعت من الأحزاب اليوم احنا هذا تاري الحوار اللي خلق ما عندنا فيه أي دور سلبي ولا إيجابي به اللي وسبعدنا منه هاي ملاحظة معناها أنه الانتخابات تنظم بناء على اتفاق مع جزء من الساحة السياسية ويبعد جزء هاي ملاحظة بما في ذلك تشكيل لجنة مستقلة الانتخابات والأجندة اللي تعد تخلق فيها وغياب أطر قانونية خاصة بنا هذا اللي يكبحها يكبحها طموحنا السياسي المشروع والقانوني هاي مخالفة قانونية ما تنفع وتناقض الإجماع الوطني للداعي للنظام وتنضاف قضية الحريات اللي تكلمنا عنها قبل قضية الأحزاب السياسية الملاحظة الثانية قضية قلة حيادية الإدارة والدولة عموما وزراء اللي يعودوا راكبين وتات الدولة وماشيين باسم حزب معين هذا مال عام يصرف الصالح كفة السياسية معناها الناس الأخرى انقبض المرقيب على حسابها هاي ما هو عدالة ولا هو قانون ولا هو أخلاق ولا يجيب نتيجة جيدة قد حالا يعطيهم نتيجة جيدة في أكياس يا غير دولة يعطيهم نتيجة سلبية والمور الثاني عموما في عقب قد يؤدي الهزات ما تنفع ملاحظة الثالثة عن الناس اللي ساعية للتغيير عموما يا الله ما تمكن واحد ضيع عليه فرصة نحن متوافقين المور الثاني متوافقة أغلبية ساحقة منهم ساحقة بما فيها الناس مولة عن واقع موثاني في الحضيض عن واقع جيد على مستوى التعليم والصحة والرواتب إلى آخره والبيئة والزراعة والمعادن التنمية الحيوانية إلى ما كل قطاع غير التشخيص ما يكفي
ما يظن استكفاو دائما بعنه ترين تعود كل وقت تزيد طبيب ما هو فلك حد يشيد كل وقت طبيب ويقول انه مريض غير ما يكتب له وصفه ما يكتب له اوردناس هذا ما هم يداوي انت تعرف انك مريض تركت لك مريض ما تجي قال لي عاد تعرف انك مريض وجيته يلا يكتب لك الدور احنا مولي ما قد انتم مواحلين فيه دائما لا مرتاح خالي وداري ايوا احنا متوقعين مرتاح خالي وداري بس من حاله نجلو الاخله ودرع مر ثاني طبعا ما هو في الحياد في المعركه الانتخابيه طبعا ما هو باهمالها طبعا ما هو بالزرق للناس المسؤوله عن الواقع الحاكمه طريق واضحه وطريق وحده اللي يقبلها من الموريتاني اللي يشترك في تغيير موريتاني واللي توقف عنها يعرف عنه اخر تغيير موريتاني واللي مشى في الطرف الاخر يعرف عنه عرقل او دق مار شارير الموريتاني اللي هي طريق التغيير معناها التصويت ضد النظام الحاكم والبحث عن بدائل الى وفقت هاي البدائل ونجحت زينين لما وفقت تبدل هي مولي به اللي ما يتوزع لا مدى فشلت تعطيها فرصه اخرى للفشل اما مدى ما فشلتها ما جرت فشلها ما تقدر تحكم عليها توصية عنها شعب موريتاني وخاصة الشباب يلا يتوجه الشور الشأن العام ما يضع على حساب قرايته ولا يضع على حساب وظيفته قال يلا يتوجه الشور الشأن العام تسجيلا وانتخابا وترشحا ومشاركة في ظل المتاح له والمباح له المتاح له واقعا والمباح له قانونيا السلام عليكم طيب إذا في سؤال لا يعود هو التالي قبل نعطيكم كلمة أخيرة نعم هذا السيد مولود ما هو من الواذيب وأكيد أنه لا يعود مذكر ربما أول شخصية ثقافية ولا سياسية ولا رياضية ولا فنية ولا اقتصادية اسمع بها محمد بن سيدي مولود اسمع اسمها ولا اسمع بشي من إجازات ولا شيء كان مذكرها يعني من تطفيل ولا شنو؟ إيه من تصغير أول حد مثلا تسمع به من النوادي من النوادي الناس معروفة اقتصادية ولا سياسية ولا رياضية ولا فنية شخصيات مثلا شوف لازم الشخصيات اول حد يعني اول حد تسمع به من تصغير ما نعرف تحديدا ما نعرف الترتيب الزمني تقريبا عن نوايب وفيه ياسم من اخوه موريتاني بالتقريب ويتكلم عن شخص معين بهذا السياق ما لا لا بالتقريب اول كيف مثلا انا من اهل النعمه انا اللي جيت للنعمه ما قال جيتها غير اول حد سمعت به في النعمه الشيخ محمد فاضل مثلا اولاد مبارك مثلا شو شي كيف انا اقول لي هذا نوايب وياز من الناس المضبوطه ولا حد يتخطى عنه السؤال اذا تفضلوا عطيتكم كلمه اخيره لمشاهدي منصه الواجهه شاكر مشاهدي شاكر لمنصه الواجهه اولا شكرا وشاكر ايضا سي ابراهيم نوايب ويفو اخبار مراسلون نعم كوكب نعم وشاكر من خلالهم نوايب على مستوى النضج فيهم مستوى الوعي مستوى التضحية من أجل البلد و لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أحلام الرجال تضيق باختصار شديد عنه موريتانيا تحتاج النوايب كيف تحتاج كيف النوايب يحتاج موريتانيا شكرا فايدة شوي سيد النايب لا يستأذنوكم شوي في قضية المقابلة بالنسبة للموقع المحلي أنت عندك أرجو شوي هذه شو هذه البصرة الجماعية؟ اللي تقول هذا بعد عندي أنا كمان توم هذا طلب معكم إذا أنت إذا شرتوا على تويش إذا عاد تقدوا تجروا فرصة عن كل سؤال ينقطع وحده تختيرهم شو؟ تدايركت يا كسي هذا دايركت تسجل تدايركت يا واحد دايركت إذا مشاهدي الكرام شاكر باسمكم نائب برلماني محمد السيد مولود على إتاحة الفرصة وإذا راح تصدر المجال طبعا كنت أقول لي شوي ولا أكس شوي ضاي ما قدرت وصول زي ما يسمعني الموقع كنت عزز الدارس دي وراي من العسى وكذلك المعلومة مجلس النايب شكرا مرحبا يقول سيد النايب أنا إحنا مكتوب